هاي، كل ثانية بالعالم بتموت امرأة بسبب الحمل أو الولادة. نساء بيقضوا حوالي سنة من حياتهم هن وعم بيقرروا شو بدهم يلبسوا وبيفكروا بمظهرهم بمعدل 9 مرات باليوم الواحد. نساء بيحكوا أكثر من رجال بمعدل 20,000 كلمة بالنهار مقابل 13,000 لرجال، وبيبكوا أكثر بمعدل 30 ل64 مرة بالسنة مقابل 6 ل17 مرة للرجل. بيرمشوا أكثر، بيحلموا أكثر، بيشوفوا كويبيس أكثر، ومعدل الحياة عندهم أعلى لأنه جهاز المناعة عندهم بيشيخ أبطأ من عند الرجل. نساء بيكذبوا أقل بمعدل 6 مرات عن الرجل، بدق قلبهم أسرع من قلب الرجل، وبيتمتعوا بخلايا تذوق أكثر منه. مين قال إنه النساء عندهم قدرة على إتمام أكثر من مهمة بالوقت ذاته؟ شي يلي بيفتقدوه الرجال. أنا قال، شوفكم بكره.